بلوكج ده. إذن هلا رح ناخذ سيستم ثاني سكند اوردر سيستم. السكند اوردر سيستم شو بيختلف عن الفيرست اوردر سيستم من ناحيه الديفرنشال ايكويشن؟ تكون سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اذا خلينا ناخذ نفس الشيء. لو انا عندي هون ال وار وهون عندي سي وعندي هون كمان في انبوت اوف تي هون في اوت اوف تي هون عندي اي اوف تي عندي هون ال ار وسي وهذا عندي الانبوت وهذا الاوتبوت وهذا كانه نفس الشيء. هذا عبارة عن transfer function للسيستم. هاي هاي الباوندري تبعته وهذا الانبوت وهذا هون الاوتبوت. بدي اطلع الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم بنفس الطريقه. راح اكتب كي في ال راح استعمل كي في ال كيرشوز فولتج لو راح اروح حوالين اللوب اكتب الديفرنشال ايكويشن راح تطلع معي سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن هذا راح تشوفه. بعدين بعد ما اخذ السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن هاي راح اشتغل راح اعتبر الانيشال كونديشنز ما حكيناهاش احنا هناك. كان المفروض ايش يكون عندي؟ الانيشال كونديشنز كانت زيرو في اوت اوف تي كانت لازم تكون زيرو يعني الشحنه على المكثف في هذيك الحاله كانت زيرو الانيشال كونديشن حتى يكون شغله صحيح. فانا راح افترض هون انه في اوت اوف زيرو بتساوي زيرو فوكس والا كان لازم تختلف شوي عندي الاشتقاق والاشتقاق الاخر. خلينا نكتب الان كي في ال. كي في ال بقول انه هذا الفولتج بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج زائد هذا الفولتج اللي موجود هون. اذا عندي في اوت اوف تي بيساوي الفولتج عبر الاندكتر شو بيساوي باي ديفينيشن؟ ال في دي اي ال في دي اي على دي تي اذا هو ال اي دوت زائد الفولتج عبر الريزستر اي في تي اي تي اوف في ار وبعدين عندي الاوتبوت راح احطه هلا في اوتبوت اوف تي فاذا الاوتبوت عندي هون في اوت اوف تي هاي المعادله الاولى. المعادله الثانيه راح تشبه الى حد كبير المعادله اللي عملناها قبل شوي اللي هي كانت في اوت في اوت اوف تي اذا في اوت اوف تي بتساوي 1 على سي 0 تي اي اوف تاو دي تاو. ليش بنقول تاو وتي هون؟ مين بعرف شو مسمي تاو هون؟ تايم كونستنت لا في له اسم تاو هون بيختفي بعدين. علي صوتك. دامي فيريبل هذا دامي فيريبل بصيرش احط هون تي واحط هون تي بحط هون تاو لما بعمل ديفرنشيشن بيختفي تاو فبتطلع هاي از فانكشن اوف تي. هذا بسميه اندفنت انتجرال. طيب اخذنا هذه هون رح اشتق اثنين عشان نتخلص من الانتجريشن بتصير عندي في اوت اوف تي دوت بتساوي اي اوف تي على سي هاي ثلاثه. هلا بعوض هلا ثلاثه رح احولها لاربعه بتصير عندي هلا اي اوف تي بتساوي في 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 اوت اوف تي دوت هذه اربعه وبعوض الان اربعه وين؟ نعوض اربعه في واحد. اذا بدي اتخلص من اي اوف تي اللي هون بدي اتخلص من اي اوف تي حتى يضل عنده العلاقه بين مين ومين؟ بين في اي وفي اوت. اذا substituting فور ان 1 gives بصير عندي لما بعوضهم هذا بصير عندي في انبوت اوف تي بتساوي ال. هلا ال اي دوت اذا هاي اي بتساوي هيك اذا اي دوت شو بتساوي؟ دبل دوت. دبل دوت بتصير هون عندي فبصير عندي هون ال سي بي اوت اوف تي دبل دوت. الكل فاهم ليش صارت دبل دوت؟ اذا بشتق المشتقة شو بصير عندي؟ المشتقة الثانية هون زائد محل اي كمان بحط الان ار سي بي اوت اوف تي دوت زائد اخر شيء عندي هون بي اوت اوف تي. هذا السكشن المعادلة الخامسة. هلا انا جاهز شو اعمل؟ اخذ اللابلاس ترانسفورم باخذ اللابلاس ترانسفورم الانبوت. هلا لازم اقول بشكل واضح الان انه عشان يكون شغلي صحيح لازم اقول انه في اوت اوف زيرو تساوي زيرو وفي اوت دوت اوف زيرو تساوي زيرو. هذول لازم يكونوا صحيحين حتى يكون شغلي هون صحيح والا لازم اعوض هذول القيم هون لما باخذ اللابلاس ترانسفورم. يعني هذا اللابلاس ترانسفورم تبعه مضروب في اس سكوير بس لحالها اذا كان هذول الشرطين صحيحين. اذا عندي هون بصير عندي في انبوت اوف اس بتساوي اخذنا لابلاس ترانسفورم حولنا اللور كيس في ل ابر كيس في اوف اس تساوي ال في سي عندي هاي بصير خليني اول شيء اطلع في اوت اوف اس برا كلها
في اوت اوف اس برا، شو بضل عندي جوا؟ ال سي اس سكوير من هون زائد ار سي ار سي اس زائد 1. هي معادله رقم 6. هلا راح اعمل ري ارينجينج، بدي الاوتبوت على الانبوت، فبصير عندي اف اوف اس في الحاله هاي يساوي في اوت اوف اس على في انبوت اوف اس، ويساوي 1 على ال سي اس سكوير زائد ار سي اس زائد 1. راح اقسم كل شيء على ال سي عشان يصير معامل اس سكوير 1، فبصير عندي هلا اف، مش بصير اقسم البسط والمقام على نفس الشيء نفس الكميه ما بتغير. إذا بقسم البسط والمقام على ال سي بصير عندي هذا هون 1 على ال سي في البسط، وفي المقام عندي اس سكوير زائد ار سي على ال سي، شو ضل عندي؟ ار على ال اس زائد 1 على ال سي، وهذه ثمانيه. ايش هذا الشكل؟ ايش هذا السيستم؟ سكند اوردر. ايش الحالات الثلاثه اللي ممكن يكون فيها هذا السكند اوردر سيستم؟ اوفر دامب. اوكي، خلينا نشوف شو هي الشروط حتى يكون السيستم هذا اندر دامت. اذا كانت عندي يعني هذا السيستم بيكون اندر دامت اذا كان بي سكوير اقل من 4ac، وين a؟ a معامل s سكوير، b معامل s، c اللي هو الكونستنت. اذا هذا اندر دامت، لازم يكون حتى يكون هذا السيستم اندر دامت بده يكون بيصدر r سكوير على ال سكوير هي بي سكوير اقل من 4ac، اقل من 4 على ال سي، وبكون كريتيكلي دامت اذا هدول الاثنين تساووا. اذا بي سكوير اللي هي ار سكوير على ال سكوير تساوي 4 على ال سي، وبكون اوفر دامت اذا كانت اصغر، هاي اصغر من 4 على ال سي. ماشي، واضحه هاي بالنسبه سيستم. خلينا بس اخر شيء بالنسبه لهاي، بس شو معناها اندر دامب؟ هاي اندر دامب وكريتيكلي دامب اوفر دامب. طيب اذا طلعنا على هذا السيستم اللي موجود هون اللي هو السكند اوردر سيستم، عندي هون سي، عندي هون ار، عندي هون ال، وهون عندي بي انبوت اوف تي، دي اوتبوت اوف تي، عندي هون ال ار سي. اذا طلعنا هذا السيستم لو انا كان انيشال كونديشن زيرو، انيشال كونديشن يعني الكرنت كان زيرو والفولتج هون كان زيرو، زيرو انيشال كونديشن، وجيت حطيت في انبوت كانت ستيب فانكشن بهذا الشكل دخلت على هذا السيستم. اذا لو جينا طلعنا على الريسبونس في الحالات الثلاثه، هذا عندي هون الزمن، هذا هون في اوت اوف تي او في انبوت اوف تي، راح احطه بلونين، خلينا نحط الانبوت باللون الاحمر. فاجيت انا في زمن في لحظه معينه من الزمن دخلت ستيب فانكشن على هذا السيستم. هلا احنا العلاقه بين مين ومين؟ انبوت واوت، في انبوت اوف تي، في اوتبوت اوف تي. ما بيهمني كثير الكرنت، ما راح اركز كثير على الكرنت، راح اركز على الانبوت والاوتبوت. السؤال اللي احنا بنساله، لو انا اجيت على هذا السيستم في لحظه من اللحظات ودخلت عليه ستيب فانكشن، هاي بنسميها ستيب فانكشن بهذا الزمن، ات ذيس بوينت ان تايم، قبلها ما راح يصير شيء، مش هيك؟ لانه في عندنا الكوزاليتي، الكوزاليتي اللي هي السببيه. هل معقول الاوتبوت تتغير قبل ما الانبوت تتغير؟ اذا بده يتغير بعده. اذا راح يصير عندي في حاله لما يكون السيستم اندر دامت، الاوتبوت راح يتغير بهذا الشكل. راح يصير في قطعه صغيره زي هيك. بعدين راح يتغير بهذا الشكل. هيك لحد ما في النهايه بعد فتره طويله يستقر تقريبا على القيمه. لكن لو كان السيستم هذا اندر دامت يكون الريسبونس تبعه في حالة معينة بكون ما فيش معي أخطر. هذا هو كريتيكال دامب، هذا اوفر دامب، وهذا اندر دامب. اوكي، واضح ان هذول شكلهم مختلف عن بعض. الكريتيكال دامب اقترب كثير منه هون، وبعدها راح يتحول. كريتيكال ايش معناها؟ بالعربي؟ حرج. حرج، لما نقول واحد حالته حرجه شو يعني؟
قبلها اقل منها اذا صار تغير هيك رح يصير في وضعه هيك وبعدها شو رح يصير في تغير بصير اذا الكريتيكال دامت هو التغير ما بين الاوفر دامت والاندر دامت عند لحظه الكريتيكال دامت لما هذول القيم الاثنين يتساوي تماما بهذا السيستم ماشي اوكي ماشي الكل واضح فاهم الهاي